السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب وطالبات الصف الثالث. نص الاستماع: حكايات حروفي الجميلة. وتقديرا للمجهود، نتمنى منكم أن تدعمونا بالضغط على لايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة سلطنة عمان تقدم حكايات حروف جميلة. رشا البلوشية، عصام الزجالي، جنان العيسى في حكايات حروف الجميلة. إيهاب مباشر المؤلف، المراجعة اللغوية هاجر بغاثي، المقدمة الغنائية صلاح الرئيسي، المخرج المساعد حمد الوردي، تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي. رمان العم ربيع. صباح الخير يا رحمة، أين صديقتنا ريم؟ إنها تقف وراءك، ألا ترينها؟ صباح الخير يا ريم. صباح الخير يا صديقتي رقية. أين كنت؟ كنت أضع أدواتي في الحقيبة وأحضر طعام إفطاري. ما زلت تنفذين الإرشادات الصحية المعلقة على جدار المدرسة لضرورة تناول طعام الإفطار؟ طبعاً طبعاً يا صديقتي رقية، ولا تنسي أنها نصيحتك قبل أن أعرفها من لوحة الإرشادات. حقاً يا رقية، أنت أول من نصحنا بأهمية تناول طعام الإفطار في بداية اليوم الدراسي، ونحن نتناوله في فسحتنا الأولى. ولا تنسيا أهمية أن يحتوي طعام إفطاركما على الخضروات والفاكهة. لا تنسيا يا صديقتي. هكذا عادت صديقتنا رقية إلى تقمص دور المعلمة في إسداء النصح والإرشاد. بالفعل معك حق يا صديقتي رحمة، فصديقتنا رقية تجيد أداء دور المعلمة بامتياز. هل تريان هذا شيئا طيبا يا صديقتي؟ نعم نراه شيئا طيبا يا معلمتنا. بدأ الدرس قبل أن ندخل صفوفنا. ذكرتني يا رحمة، لا تنسي رحلة الغد. وهل ننسى رحلة نظمتها معلمة مادة العلوم؟ هي رحلة علمية إذا. رحلة علمية وترفيهية في نفس الوقت. وأين وجهتنا في رحلة الغد؟ إلى مجموعة الحدائق الكبيرة التي تقع في أول البلدة. هيا إلى الصف يا بنات قبل أن تسبقنا المعلمة وتحرمنا من رحلة الغد. لا 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 لا، كله إلا الحرمان من الرحلات. أسرعا يا صديقتي وإلا غير إلا. انتبهنا يا طالبات، نحن وصلنا أمام الحدائق، سننزل من الحافلة وندخل بنظام. هيا يا طالبات. وكيف سيكون تجولنا في الحدائق يا معلمتي؟ سنتجمع أولا، وبعد ذلك نقسم إلى مجموعات تتجول مع بعضها في الحدائق. وبالطبع سأكون أنا ورحمة وريم في مجموعات واحدة. نعم يا رقية، فأنتن صد. أشكرك يا معلمتي، الليلة لرحمة وأنت يا ريم، تقدما فنحن سنسير في هذا الاتجاه. سنبدأ من هنا يا رقية، من حديقة الرمان. نعم يا رقية، فبعضه كما ترين نضج، والبعض الآخر لا زالت رائحة زهوره تملأ الحديقة. يا له من منظر رائع حقا ورائحة جميلة. هذه من أروع حدائق البلدة، ومن المؤكد أننا سنستفيد من هذه الرحلة. طبعا يا بنات، نستأذنك يا معلمتنا، سنسير في
بهذا الاتجاه. احذرنا أن تكرهن يا طالبات، وحاولنا الاطلاع على ما بالحديقة من أنواع الأشجار حتى نتعرف عليها عند دراستها ونعرف أشكالها جيدا. اطمئني يا معلمة. السلام عليك يا عم. وعليك السلام يا ابنتي، هل أساعدك في شيء؟ كنا مع معلمتنا وصديقاتنا في رحلة مدرسية وغابت عنا بداية هذه الحدائق ولم نعرف كيف نعود إليهن. ولماذا سألتني أنا بالتحديد يا ابنتي ولم تسألي أحد غيري؟ لأنك تقف أمام صناديق كبيرة لثمار الرمان. وما صلة الرمان بسؤالك؟ لأن أشجار الرمان أول ما رأيناه عند دخولنا من باب الحديقة الرئيسية. أنا سعيد جدا بذكائك وحسن تصرفك يا ابنتي أنت وصديقاتك. هذه صديقة ريم وهذه رحمة. إذا تفضلنا ثمار الرمان اللذيذ. وهل أنت من زرعت أشجار الرمان يا عم ربيع؟ نعم يا ابنتي، وأنا من أسقيه وأرعاه وأجمع ثماره أيضا. ألا تدلنا على الطريق يا عمي ربيع؟ بلى يا بناتي بلى، هذه هي الطريق المؤدية إلى بوابة الحديقة. سرنا في هذه الطريق وستصلنا إن شاء الله. فنشكرك على هديتك يا عم ربيع. وأنا سعيد بكم. سنأتي إليك يا عمي ربيع ولكن بشرط. وما هو الشرط يا ابنتي؟ أن نعود محملين برمان العم ربيع. وأنا موافق على هذا الشرط يا ابنتي وسأكون سعيدا جدا. وبهذا نكون قد انتهينا. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.